طبعاً الذي ينظر للمجتمع يجد حالات كثيرة يستغل فيها هؤلاء المعالجون مثلاً شدة المرض على الإنسان أو عاطفة خاصة مع النساء، النساء تسيطر عليها العاطفة فيمكن أن يستغلها وأن يسيطر عليها بأي طريقة. أهداف المشعوذين هي واضحة وجلية للجميع، هي الهدف الكسب المادي. بعض الحالات يصاحبه ممارسة الجنس مع الضحية واستغلال ضعفها. من أمثلة أنه يأتي المشعوذ أو المتهم بإدخال هذه الضحية إلى غرفة خاصة، بعد ذلك يطلب منها بالكتابة على جسمها ثم يعني استخدامها أو استغلالها جنسيا. واستفادوا من التقنية في هذا الجانب، إحضار أجهزة آلية وإلكترونية يوهم الضحايا بأنه يحول هذه الأموال إلى أموال نقدية حقيقية، ثم يجد نفسه أنه سلم أوراق لا قيمة لها. كثير من هذه الأموال قد تكون أموال مشبوهة أو أموال محرمة، وتوبة هؤلاء ستكون صعبة لأنهم سيطالبون برد الأموال. كيف سيردون الأموال؟ أن كثير من الضحايا لا يقومون بالإبلاغ عن هذه الوقاية. طبعا قد تكون هي مرحلة انهزامية لدي وعدم الجراءة على التبليغ، أو أن هناك الخوف من التبعات المجتمعية أو الأسرية. لن يرد نصا في الشعوذة، ولكن تعالج على حسب الوقايع في هذه الحالة، حسب وقايع الأحداث الواقعة كالاحتيال أو السرقة، بحسب وقايع التي هي مناط الواقعة التي حدثت. الجن لا يعلمون الغيب، فما يتخيله بعض الناس أو بعض المعالجين بأن الجن يطلعون ويعلمون هذا معارض للقرآن الكريم. إدخال الوهم إلى الناس أن أنت فيك مرض كذا أو أن أصابك كذا، هذا من خطورة بمكان، لأنك تزرع فيه وهم قد لا يتخلص منه طول حياته. أيضا تقول أن هذا المرض من الأب أو من الأم أو من الأخ أو من الجار، أنت تصنع قطيعة رحم، تصنع قطيعة جوار. فعلينا أن نعزز عقيدة الإيمان بالله عز وجل، نرقي أنفسنا بالقرآن، نقرأ على الماء، نشرب الماء، هناك طرق علاجية.